من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق سراح جميع المحتجزين فورا وبدون شروط. أكد غوتيريش أن الفلسطينيين في غزة يحتاجون بشدة إلى طوفان من المساعدات وليس قطرات. أدعو إلى إطلاق الرهائن فورا ودون شروط، ويجب إنهاء هذه المعاناة. إن الفلسطينيين في غزة يحتاجون ما تم وعدهم به، ألا وهو طوفان من المساعدات وليس مجرد إسقاطات أو قطرات من المساعدات. نحتاج إلى إحراز مزيدا من التقدم ولتحقيق هذا الأمر، فإننا بحاجة إلى خطوات فعالة وعملية. يجب إزالة العقبات.